بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو الأمراض الجلدية والبرز. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، حياكم الله شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ، الله يحفظكم. حياكم وبياكم. طبعا الأمراض الجلدية من ضمنها مرض الجذام ومرض البرص. نعم. ما هو مرض الجذام سماحة الشيخ، ولو باختصار على ما ندخل السؤال الثاني إن شاء الله؟ نعم، مرض الجذام يقع في من يعتبر هو من الأمراض الجلدية، فيبدأ الأعضاء الإنسان تتآكل، يعني كأنما مثلا شوف صبع الإنسان دفعتان يستمر بهذا الأكل، كأنما هذا هو معروف من الأمراض المعدية. نعم. ممكن الإنسان حينما يجلس عند الجذامي ممكن يبتلي بقضية مرض الجذام. إذا يحبون المشاهد الكريم يحب يشوف صور الجذاميين، يضرب على النت، يدخل يكتب الجذام، وإذا أنت شوف الصور المفجعة، يعني هذا شوف الأنف ما عنده أنف لأن بدأ وقع فيه مرض الجذام أو مرض الآكلة يعبرون عليه. نعم. يبدأ أعضاء الإنسان تتآكل، وهو من الأمراض المستعصية وليس بالسهولة علاجها. هذا هو المرض الجذام. المشاهد يقدر يتابع القضية ويقدر يتعرف بالصور على هذا المرض أكثر وأكثر. أحسنتم، بارك الله بكم. طبعا هناك أسباب لمرض الجذام سماحة الشيخ. نعم. ما هي الأسباب تحديدا؟ بالنسبة إلى الأسباب، هناك أسباب من المحرمات توجد، يعني أكو أعمال أو أمور التي ترجع إلى قضية قضايا حرام. نعم. الإنسان إذا يرتكب هذا الحرام يبتلي بهذا المرض. وعندنا أمور من المكروهات، ممكن إذا هاي المكروه ما الإنسان يراعي هذا المكروه، ما يجتنب المكروهات، بعض المكروهات اللي إن شاء الله نذكرهن، ممكن الإنسان يبتلي في قضية الجذام. أما أسباب المحرمة، أسباب الجذام المحرمة، الآن نحن عندما نأتي إلى الروايات في هذا الباب نرى في هذا المعنى عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أحد الأسباب غشيان المرأة في أيام الحيض. نعم. الإنسان تعرف أن من النظر الفقهي أن الإنسان يقارب زوجته وهي في حالة الدورة الشهرية أو الحيض، هذا عمل محرم، فلا يجوز ارتكاب هذا العمل. ولهذا روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخصال: كره للرجل أن يخشى امرأته وهي حائض. كره هنا ليس بمعنى الأمر المكروه، بل من الأمور المحرمة. فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص، فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا في جانب آخر، أكل الدم، أكل الدم هو هم كذلك يسبب الجذام. نعم. وأمر آخر قضية أكل الغدد التي في اللحم. أكو بعض الذبيحة بها غدد، هاي الغدد كما تعرف أنها أكلها حرام. نعم. الغدد اللي توجد في اللحم أكلها حرام، اللي يأكلها يبتلي بمرض الجذام. إياكم وأكل الغدد فإنه يحرك الجذام. فإذا هذه هي الأمور المحرمة. أما الأمور المكروهة التي وردت عند أهل البيت عليهم السلام، هذه التي تسبب قضية الجذام، أولا التخلل بعود الرمان والآس والقصب. نحن قلنا أن تخلل الأسنان من الأمور المستحبة، وأفضل أن الإنسان يتخلل بماذا؟ غصن الزيتون. غصن الزيتون أو مثلا العراق، هذا غصن العراق شجرة توجد في الحجاز في قضية مكة أو مدينة، هناك تنوجد هذه الشجرة. المهم، لكن إذا الإنسان يجي يتخلل بعود الرمان
أو عود الأنس أو القصب، هذا يحرك عرق الجذام كما توجد الرواية إنهن قال نهى عن التخلل بالرمان والأنس إنهن يحركن عرق الآكلة. الجذام هم يقولوا له آكلة، يعني يبدأ يأكل بأعضاء الإنسان، فهذا يسمى الآكلة. الأمر الثاني هي قضية أكل الجرجير. الجرجير الناس تعرفه بلهجتنا العامية، الناس تعرفه بالرشاد، هاي من الخضروات. أكل الجرجير بالأخص بالليل، بالليل إذا تأكل الجرجير فتبتلي بالجذام. ممكن الخليج يسمونه جرجير، هو إيه هاي نفس الجرجير يسمونه، لكن مثلا توجد بعض المناطق يسمونه الرشاد، وهذا هو معروف هم كذلك. الآن من أكل الجرجير ثم نام ينازعه عرق الجذام في أنفه، يعني أن القضية تكون في رأس الإنسان. حينما نقول العرق لا نقصد العرق الذي تجري فيه الدماء، ليس المراد هذا. نعم. إنما المراد من العرق كما أشار إليه سماحة آية الله الشيخ تبريزيان في كتابه وأثبت القضية وهي أقرب إلى الصواب، هي قضية العرق يعني الجينات الوراثية، يعني توجد جينات الوراثية في وجود الإنسان ممكن حاملها من أجداده، وهي إذا تتحرك ممكن الإنسان بواسطة الوراثة يبتلي بمرض الجذام. نعم. فإذا يحرك هذا الجين عندك، فإذا ممكن تبتلي في قضية الجذام. وروي في رواية أخرى قال من ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلا بات الجذام يرفرف على رأسه حتى يصبح، إما يسلم وإما أن يعطب. ممكن أن يبتلي وممكن همه الله تبارك وتعالى يدفع عنه هذا المرض العياذ بالله. والذي يظهر من الروايات أن الجرجير يورث ذلك إذا أكل بالليل دون النهار، يعني أكثر أكدوا إذا أكلت الجرجير بالليل ممكن تبتلي في هذا المعنى. فإذا أكو رواية عن الصادق عليه السلام تقول ما تضلع رجل من الجرجير بعد أن يصلي العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، إلا بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام. نعم. ممكن الإنسان يبتلي في قضية الجذام. بعد من الأسباب الأخرى دلك الرجلين بالخزف. الخزف معروف، ممكن بالسابق كان يدلكون أرجلهم. نعم. بالخزف، وهذا ممكن يحرك عرق الجذام عند الإنسان. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام. ممكن الإنسان يبتلي بالجذام. بعد الاغتسال بالغسالة، الغسالة يعني ذاك الماء الذي ممكن أحد كان مغتسل به غسل الواجب ما به نجاسة وهو ليس نجس، غسالة الإنسان بعد الغسل بدون أن يقع فيه نجاسة فهو ليس نجسا، لكن إذا الإنسان يجي مرة أخرى يغتسل بهذا الماء ممكن أن يبتلي بماذا؟ نعم. بمرض الجذام. لذا عن الرضا عليه السلام من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. نعم. فإذا هذا تحذروا من هذا المعنى، مثلا ممكن أكون مكان يقول لك ماكو موجود، أنا أغتسل ويجي أحد آخر يغتسل من نفس الماء مع عدم وجود النجاسة، أأكد المسألة مع عدم وجود النجاسة يجي يغتسل بذاك نفس الماء، هذا ممكن الإنسان يبتلي بالجذام. بعد الكلام مع المجذوم، يعني أكون مريض واحد مبتلي بالجذام أو الآكل أعضاء قاعد تنوكل وتروح، أنا أجي أصافحة أقعد بالقرب منه وأتكلم معه لأنه مرض معدي ممكن ينتقل العدوى. العدوى. نعم. ولذا كره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبين المجذوم قدر الذراع، يعني عنده يخلي فرد فاصل بينه وبيناته لأن هذا معدي، هذا المرض معدي والإنسان يسبب يبتلي بهذا المرض. بعد من جملة الأمور أكل البطيخ، بس أكل البطيخ هو جيد ونافع، نحن نقول على كثرة أو على حالة خاصة، بالأخص إذا كان أكل البطيخ على الريق، أكل البطيخ على الريق فإنه يورث الإنسان ماذا؟ فإنه يولد الفالج، يعني أكدون أهل البيت ينهون على أن الإنسان يأكل البطيخ على شنو؟ هو على ريجه، ولا هو نفس البطيخ كما ذكرنا أنه نافع للبدن وجيد وهو غذاء وطعام وفيه فوائد كثيرة للبدن،
ويبيض الأسنان. كثير من الفوائد موجود للبطيخ، لكن نحن نقول تكثر منه وأن يأكله على ريقه الإنسان ممكن يبتلي في قضية الجذام. فهذه أسباب وردت في قضية الجذام. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. سماع الشيخ، ماذا نفعل أو ماذا نصنع لكي لا نبتلي بمرض الجذام؟ بثلاث دقائق ولو باختصار سماع الشيخ، ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل. بارك الله بكم. من جملة الأمور ما هو علاج الجذام؟ نعم، بالنسبة ماذا نصنع حتى لا نبتلي بالجذام قبل أن نذهب إلى قضية العلاج؟ نعم. قضية أخذ الشارب من جمعة إلى جمعة، أكد على هذا المعنى. ثانيا، تقليم الأظافر من جمعة إلى جمعة، لأن البعض يقول أن الجذام هو له عامل اللي يرتبط بالجراثيم والميكروبات. الإنسان اللي ما يقلم أظافره ممكن أكون عنده جراثيم أو ميكروبات تبتلي الإنسان، يبتلي من خلال الميكروب أو الجراثيم في هذا المعنى. إدمان لبس الخف، الإنسان دائما لا يمشي حافي على الأرض، دائما لا، حتى يريد يروح أقدام من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة، إذا أكو مجال فتحة وكون يمشي بهذا المكان يروح وهو قد احتذى، يعني لبس الحذاء، ما يقول لك والله جري بالمكان خلنا أروح حافي وأرجع، ممكن الإنسان يبتلي بقضية الجذام. هذا من المؤمنات. ترك التداوي من الزكام، الزكام اللي الإنسان يبتلي به هو أمان من الجذام، ولهذا أهل البيت يقولون لا تداووا الزكام 3 أيام. يعني مو بجرد الإنسان قام يعاطس أو شوية حالة نشلة عنده يبدأ بالعلاج، يقول لك لا تداوي 3 أيام، لأنه مانع من الابتلاء بمرض الجذام. بعد العطاس، العطاس كما أشرنا أنه له منفعة كثيرة، أن الإنسان إما هو يعطس، هسه 3 عطسات بالحالة الطبيعية، إذا ما يعطس يجبر نفسه على العطس، هسه بشيء خاص أنه يجبر نفسه على العطس، وهو نافع للتأمين قضية أنه مؤمن لقضية الجذام، الإنسان ما يبتلي. قضية الملح، يبدأ بالملح ويختم بالملح، فهو مؤمنات الجذام. هسه هناك أمور إن شاء الله نكمل بعد الفاصل. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. نعم أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود إليكم بعد الفاصل لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. سمح الشيخ، حياكم الله، يحفظك ويعيدك إن شاء الله. إن شاء الله قاطعناكم، عفوا الفاصل. نعم لا، الله يبارك فيك خادم الحسين. الآن إحنا عندما نجي إلى المؤمنات، كنا نتكلم في المؤمنات التي تؤمن الإنسان من الابتلاء بهذا المرض، أشرنا إلى بعض الأمور. أحد الأمور هي تسريح الحاجبين، تسريح الحاجبين كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام، تسريح الحاجبين أمان من الجذام، والقصد من التسريح أن تمشيط، والقصد أنه ممكن أكو أن تطهر هذا المكان، تنقي هذا المكان، ما أعرف، تنظف هذا المكان، باعتبار ممكن أكو بعض الأوساخ أو بعض الجراثيم تجلس بين، تختبئ بين شعر الحاجبين، فإذا حينما الإنسان يمشط هذا المكان، يسرح هذا المكان، ممكن يرتاح من بعض الجراثيم التي تختبئ تحت شعر الحاجبين، يعني لا يترك الحاجبين، بالأخص أكو بعض الناس حاجبهم يعني باعتبار أنه ضخن عنده، كثرة الشعر عنده بالحاجب. نعم صحيح. نعم، لهذا نأكد نقول أنه دائما يسرح وينظف هذا المكان، ممكن يدهن المكان تدهين، وهذا يؤمن الإنسان من الابتلاء بهذا المرض العياذ بالله منه. الشرب من الكوز العام، هاي جدا جميلة القضية، تشرب من الكوز العام، يعني أكو مكان، هذا مكان بالسابق فرد كوز موجود بالشارع والكل يجي يشرب من هذا المكان. نعم. ممكن بظرف واحد أكو الجراثيم تتناقل من جسم إلى جسم، وهذا الجراثيم تأمن الإنسان، كما أن الآن بعض الأبر يضربونهن
وبهن جراثيم ضعاف، يعني يضعفون الجراثيم حتى المرض ينغلونه بالبدن، حتى البدن يعرف أن هذا المرض من الأمراض فيقابل المرض حينما الإنسان يضرب هذه الأبر الخاصة يعني في هذا الباب. فإذا الآن أنت حينما تشرب من الكوز العام، يعني من الإناء عام ومن قدح عام، ممكن بعض الجراثيم بصورة ضعيفة تنتقل البدن. حينما تنتقل في البدن، البدن يعرف كيف يقابل هذه الجراثيم الضعيفة. لهذا في الروايات موجودة هذا المعنى، ولذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص والجذام. هذا بالنسبة. بعد السلق هو كذلك هو أمان من الجذام. روي عن الصادق: أكل السلق يؤمن من الجذام. السنة سنة مكي، هذا معروف عن النبي: لو علم الناس ما في السنة لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب. شديد مهم هذا. أما أنه أمان من البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة، يعني كلها بواسطة شنو هو؟ بواسطة سنة مكي. أحد الأمور المؤمنة لقضية عدم الابتلاء في قضية الجذام قضية الحناء. بعد النورة، يعني الإنسان يجي يطلي بدنه بالنورة يزيل زوائد الشعر من جسمه، ثم يأتي ويتخضب بماذا؟ بالحناء. يطلي نفسه من قرنه إلى رأسه بالحناء. هذا يأمن الإنسان من الوقوع في هذا المرض. التسبيح والحوقلة دائما بسم الله الرحمن الرحيم والبسم الله له تأثير لدفع جميع الأمراض اللي تجي لك من قبل الميكروبات أو من قبل الجراثيم. البسم الله تدفع الأمراض. ولذا أنت حينما تبدأ بطعام، تبدأ بعمل، تبدأ بمكان للذهاب إلى مكان، فعليك ببسم الله الرحمن الرحيم وهو نافع. والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني تتوكل على الله. لا يصيبك في العالم شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. من جملة الأمور المؤمنات حجامة، وعدها شرائطها الخاصة، الإنسان يقدر يعمل هذه الأمور حتى لا يبتل في قضية الجذام. عندك غسل رجل العروس تأمنها، شلون يعني؟ أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي، إذا دخلت العروس بيتك، العروس دخلتها، دخلت العروس بيت الإنسان، نعم، فاخلع خفها، أنت بيدك تخلع الخف حتى تجلس، واغسل رجلها، أنت بيدك تغسل رجلها، وصب الماء من باب دارك. هذا الماء اللي غسلت بها بالماء رجلها، تأخذه وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، يعني قم بخ من هذا الماء إلى أطراف البيت، إلى أقصى الدار، من أول البيت إلى آخر البيت. نعم، فإنك إذا فعلت ذلك، إذا سويت هذا العمل، أخرج الله من دارك 70 نوعا من الفقر، ما شاء الله، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص، وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار. لا جنون يجي لها، لا برص يجي لها، لا جذام يجي لها. الآن شنو السر موجود في هذا العمل؟ لا نعلم، يعني يحتاج إلى زمان يمضي علينا، أو نفس الإمام المعصوم الإمام المنتظر سلام الله عليه يأتي ويشرح لنا القضية. ممكن العلم الحديث لا يصل إلى هذا مقصود هذا العمل أبدا. صحيح. فهذه من الأسرار والعجائب والغرائب عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العجيب أن الرواية موجودة في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، فإذا هي رواية لا بأس بها من هذا الجانب. فإذا هذا الأمور تؤمن سعة الجنب إلى آخر. الآن هذه الأمور هي التي تؤمن الإنسان من الابتلاء في قضية الجذام. بارك الله بكم، أحسنتم سماحة الشيخ. العلاج للجذام سماحة الشيخ ما هو العلاج؟ أولا أكل السلجم أو اللفت أو الشلغم، معروف هذا اللي يعرفونه، نعم، دائما استخدم هذا أنه علاج لقضية ماذا؟ لقضية الجذام. ما شاء الله. أكل السلق، السلق هو علاج لهذا المرض. الملح، ابدأ بالملح واختم بالملح وهو علاج لهذا المرض. الحجامة،
وهو علاج لهذا المرض. بعد من العلاجات العامة التي تكلمنا ممكن عنها وسنتحدث عنها هي قضية الدعاء. الدعاء 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 إيش قد مهم قضية الدعاء. إذا الله أراد أن يشافي المريض ألهمه الدعاء. نعم. الله يخلي بقلبه اللي يندعي، لكن يندعي من قرارة نفسه. صحيح. من كل وجوده يطلب من الله الشفاء. الله تبارك وتعالى هو يجيب الدعوات، هو أدعوني أستجب لكم. نعم. ما دام تدعو الله، اللهم يستجيب لك. الصدقة، وما أدراك ما الصدقة؟ قلنا أن الصدقة كيفية الصدقة تخلي من المأكولات المهمة مثل الأرز، مثل الخبز مقابل المريض، وتدخل الفقير على هذا المريض، والمريض بنفسه يعطي الطعام إلى الفقير ويطلب من الفقير أن يدعو له. وهذه جدا مهمة، وقد جربها كثير ورأها مفيدة فيها، تدفع عنك أي الأمراض. كذلك الحمد، الحمد سورة الحمد 70 مرة يومية قراها على الماي وانطيها للمريض، من العلاجات العامة. أو نفس المريض يفتح هذا الإزار ويخلي راسه بزيجة بتعبيرنا ويقرأ الحمد 70 مرة. الإمام الصادق يقول أنا ضامن الشفاء اللي يفعل هذا العمل. فإذا هي من العلاجات العامة. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. أيضا نأتي إلى مرض آخر من الأمراض الجلدية وهو مرض البرص. نعم. ولو نبذة بسيطة عن مرض البرص على مود تكون يعني مقدمات للسادة المشاهدين. نعم. البرص هذا اللي يقع يعني بقع بيض على بدن الإنسان، بقع أشوفه أنه يأخذ يد الإنسان أو وجه الإنسان أو أعضاء الإنسان. نعم. وهذا معروف من البقع البيض، يعني تقع تجي على بدن الإنسان وهو أبيض. نعم. هذا معروف عند السادة المشاهدين، إذا اللي يحب يشوف بالصور بس يدخل إلى النت، وإذا يكتب البرص تجي له الصور. نعم. وهو من الأمراض الجلدية، وهو معروف شنو زمان قديم معروف، وشنو الآن في علم الطب الحديث هم كذلك هو معروف. بارك الله بكم. ما هي أسباب هذا المرض سماحة الشيخ؟ هسه ينقسم قسمين. هناك حين الولادة، يعني يولد وهو على هذه الحالة. نعم. وشوف أبرص الولد، اتيان النساء في الحيض هذا سببه. حينما الولد ينولد وهو شوف صاير مبتلي في مرض البرص حين الولادة، هذا اللي آباء أيام الحيض ممكن صار التقارب المقاربة الجنسية والمنتوج صار شنو هو هذا الطفل البريء. أما البرص العارضي، العارض أسبابه من المكروهات، توجد أسباب مكروهة منه من جملة الأكل على الشبع. نعم. الإنسان بعد ما هو جايع وإذا يأكل طعام على طعام، يأكل طعام على طعام ويبتلي. فليكن في علم المشاهد الكريم أن البرص هو من الأمراض الباردة. يعني ينتج البرص منين؟ من البرودة، من شدة البرودة والرطوبة. إذا ازدادت الرطوبة والبرودة في جسم الإنسان، الإنسان ممكن يبتلي بهذا المعنى. ولهذا الأكل على الشبع يورث ازدياد البلغم في البدن، يعني البرودة والرطوبة تزداد ولهذا يبتلي بهذا المرض. الغسل والوضوء والطبخ بما تسخنه الشمس. نعم. يعني مثلا هذا ماي مخلينا تحت حرارة الشمس، يجي يتوضأ به الإنسان أو يطبخ به الطعام أو يغتسل به، ممكن الإنسان يبتلي بمرض البرص. ولهذا إذا في بعض الأحيان تشوف عندك مخلي لك مثلا ماي تحت الشمس، أبدا لا تغتسل من عنده ولا تتوضأ من عنده ولا تطبخ من عنده الطعام، لأنه مكروه عند أهل البيت أن تتخذ هذا الماء للطعام أو الوضوء أو الغسل. استعمال النور يوم الأربعاء والجمعة، يوم الأربعاء والجمعة يجي الإنسان لإزالة الشعر الزائد في البدن، يستخدم النورة، يطل النورة يمتى؟ يوم الأربعاء يوم الجمعة، وهذا ممكن الإنسان يبتلي بقضية البرص. الحجامة يوم الأربعاء والسبت، حتى إذا الإنسان يريد يحتجم لابد أن لا يحتجم يوم السبت ولا يوم الجمعة، يوم الأربعاء. أفضل أيام الحجامة هو يوم الاثنين ويوم الخميس. الاثنين يصير العصر والخميس الصبح، هذه أفضل الأيام للحجامة. اللي يريد يحتجم بهذه الأيام ووسط الشهر القمري، وهو أنفع للبدن وأبعد من الأمراض.
من جملة الأمور التي تسبب البرص التدلك بالخزف، هذا معروف، هذا بالسابق، الآن ممكن ماكو هذا، ممكن بعض القرى موجودة في بعض البلاد يتخذون هذا المعنى. إذا واحد يريد يعرف سبب أن لماذا ابتلى فلان بالبرص، ممكن أنه اتخذ قضية الخزف، التدلك بالخزف. نعم. الأكل على الجناب، الآن أنت التفت إلى هذا المعنى، الأكل على الجناب، يعني كثير من المشاهد يحتلم، ممكن يقعد رأساً يروح للطعام بدل يروح يغتسل، هذا ممكن يبتلي بمرض البرص. مكروه الأكل على الجناب، مثلاً الزوجين لهم التقارب الجنسي ما يروح يغتسل أو لا يتوضأ أو لا يتمضمض مثلاً بالماء، رأساً يذهب إلى طعام أو شراب، هذا يسبب المرض البرص، نستجير بالله. فإذا قبل الغسل فلا تبادر إلى قضية ماذا؟ قضية الأكل أبدا، هذا يولد للإنسان مرض البرص. وبعد من جملة الأمور ممكن يستعجب المشاهد دعوة المظلوم. الله، ورد عن أئمة أهل البيت يقول دير بقى اتقي دعوة المظلوم، وكما كثير المظلوم إذا دعا على الإنسان، المظلوم إذا دعا على الإنسان ممكن أحد الأمراض اللي يبتلي بها الإنسان قضية البرص، والروايات موجودة في هذا الباب. الجماع أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هذا ممكن الإنسان يبتلي في قضية البرص. أما بالنسبة إلى العلاج، علاج البرص ظاهرا نفس العلاجات اللي وردت في الجذام. نعم. الجذام شنو العلاجات اللي وردت يتخذهم، لكن توجد بعض العلاجات الخاصة، مثل شنو هو غسل الرأس بالخطمي، يغسل رأسه بالخطمي، هذا يودر البرص. نعم. الباذنجان البوراني نسبة إلى بلدة، هذا هم نافع للبرص. تغليم الأظافر يوم الخميس نافع لمرض البرص. لحم البقر بالسلق، يأكل اللحم البقر بماذا؟ بالسلق، هذا نافع لمرض البرص. طين قبر الحسين سلام الله عليه، أن يتخذ طين قبر الحسين فهو نافع لكل مرض، لا نخصص المرض بالبرص بل نقول علاج لكل مرض بإذن الله تبارك وتعالى، وهو شفاء لكل الأمراض، وهذه عقيدتنا. لو اعتقدت بحجر لكفاك، وكيف أن اعتقدت بطين قبر الحسين سلام الله عليه التي أريقت دماؤه على هذه التربة الطاهرة المقدسة، حيث أن تربة الحسين هي قطعة من الجنة، وإذا صار يوم القيامة الله أرجع هذه التربة إلى مكانها، وأنها من أراضي الجنة، وأفضل بقاع الجنة تربة الحسين، محل المدفن الحسين سلام الله عليه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وكيف لا الله تبارك وتعالى لا يجعل تربته تكون مقدسة وفيها الشفاء. ولهذا تربة الحسين هي نافعة لعلاج البرص وسائر الأمراض. مرق اللحم، لحم البقر مع السلق، كذلك نافع لقضية البرص. أما هناك يوجد مرض شبيه بالبرص، ما يسمى البهق. البهق هم كذلك معروف عند المشاهدين. نعم. الآن حينما نأتي فرق بين البرص والبهق، البرص تقع تشوفها بقع بيض، كذلك هذا هم إلى بقع، لكن هذا إذا جرحت البرص ما يخرج إلا ماء أبيض، ما يخرج الدم. نعم. إذا جرحت محل البرص يخرج ماء أبيض لأنه متعمق في اللحم، بينما حينما تأتي إلى البهق حينما تجرح البهق يخرج الدم. نعم. هذا ظاهرا ناشئ من البرودة وهذا ناشئ من الحرارة. نعم. هكذا، ولهذا هناك فرق بين البهق وفرق بين البرص. المؤمنات من البهق السنة، تدابير بعد الحجامة توجد، أكو علاج هذا جدا مهم لجميع أمراض الجلدية. التفت أيها المشاهد الكريم، لجميع أمراض الجلدية هو نافع، الحناء والنورة، تجيب لك حناء وتجيب لك نورة، تدخل إلى الحمام تخلطهن معا، تسوي لك خلطة وتخليهن على محل البرص أو محل البهق، هذا جدا نافع. ولذا شكى رجل إلى أبي عبد الله الوضح والبهق فقال أدخل الحمام واخلط الحناء بالنورة واطلي بهما فإنك تعافي بعد ذلك، فإنك لا تعاين بعد ذلك شيئا. قال الرجل فوالله ما فعلت إلا مرة واحدة
فعافاني الله منه وما عاد بعد ذلك. فإذا المشاهد إذا مبتلي بهذا عليه بالحنة وعليه بالنورة، النورة يكون الصير على ترتيب خاص، مو هذا بالأسواق أكو الزرنيخ مرفوع عن هذا النورة بالأسواق. إذا أحبه ونستطيع أن نهيئ هذه الأمور للمشاهد الكريم. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، انتهى وقتنا. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، نذكر السادة المشاهدين أيضا بالصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم خادمكم الرادود والإعلامي حسين الأميري، لأي أسئلة أو استفسارات إن شاء الله راح نكون في خدمتكم إذا شاء الله تعالى. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسن شيخ.